جمهورنا الكريم في عدد جديد، حلقة جديدة من حسد راينا هاكا. شلونكم؟ كيفكم؟ حلوين؟ كله تمام؟ كويسين؟ شلونك عقيد؟ عم تحكي معي؟ اه عقيد. لك والله انا مبسوط كثير، فرحان كثير اليوم معك يا قادر، مع اخوتي هون، والله لك تقوم شو قدامي ان شاء الله. لك محمد خزانية مساء التجور، عايدة أولمو، نسيم حدوشة، مراد صولية، نوميديا نزولة، ونيكولاس، أنا أشوفكم. صحيت خويا، صحيت 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 خويا. سكري تمي، شو الحري ما بتحكي؟ أنت ما بتتكلم على الحري. لك أنت مين؟ أنت مش نجيني شوي؟ ما تتكلم على الحري. لك سامحني لك أخي، خلاص يعطيكم الصحة. راني أشوف فيكم راكم بالديجيزمو تاع 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 باب الحارة، زعما أنت شك تلعب؟ واحد من باب الحارة. والله ما عارف، طب انت شكون؟ انا العبضاي، انا العقيد، لك العقيد ابو قرقبور. اسمه؟ عقيد ابو قرقبور. وانت شكون نسيم؟ نمش. انا النمش، النمش النمش، ولك يا صنصور يا صنصور، مسك بنتك يا صنصور. لك حبيبي انت. يعطيكم الصحة. ديجيز متى شكون نيكولاس ماك داخل معاهم؟ انا الباب نفسه. تو بفتح الحارة؟ الباب. ايوه باقي. شو الباب؟ جمهورنا الكريم، عدد جديد غادي نخصصوه على الدراما، سي بو سا ليكيب كاع راهم ديكيزين باب الحاره، لانه باب الحاره المسلسل نظن اللي تابعوه بزاف الجزائريين. خاساني؟ اوه ايه خلاص. احكي سوري ولا جزائري؟ لا لا جزائري، احكي جزائري. لك ايمن قال لي احكي سوري، شو بعمل؟ لا لا احكي جزائري. احكي جزائري. لك الله، باب الحاره، باب الحاره سي حاجه صدر قاعد تدخل في التاريخ. صدر باب الحاره ما ولاش غير مسلسل، باب الحارة قدم ثقافة سورية، كاع ولينا نحافظين ثقافة سورية، ماكلة سورية، حلوا دي ريستورون في الجزائر واسمهم باب الحارة، صدر روجوا لثقافة سورية صح عن طريق مسلسل باب الحارة. انت فان تاع باب الحارة؟ فان تاع باب الحارة أجزاء، يعني أجزاء الأخيرة ما كنت يعني مين كان بسام كوسا وعباس نوري وقصي خولي وسامي المصري، من بعد ما بقيت طروا سيزون تحت السجن. بعد غادي نهضروا عليهم كاع، نهضروا عليهم بالديتاي مسلسلات. احكي لي شهدت هاد السيمانه مراد، احكي لي بالسوري شهدتو هاد السيمانه. شو؟ شنو يقول؟ انا ما نعرفش اللهجه مليح السوريه، شنقول لها واش درت هاد السبب السيمانه بالسوريه؟ شنقول لها؟ لا كيف قضيت هاد الاسبوع؟ اي كيف قضيت هاد الاسبوع؟ كيف قضيته؟ شيخ ما قضيتها، ما قضيتها. هوش على الاسبوع اللي فات ولا اللي جاي؟ هاي شو؟ اللي فات يا اخي، اللي فات كنا نحوس على مصو ما لقيت. كنت حوس على مصو مرات صح؟ نحوس على مصو، مصو ما تاكل ولاد حراش. نسيم شادر في هذه السيمانه؟ احكي لي باللهجه تاع هذا تاع نمس. انا كنت في البياش قطاشي قاعد مع اخوي ونبيع في البياش، نبيع البياش ونشتري بياش، نشتري بياش ونشتري بياش. انت عم بتبيع وبتشري؟ ما قلت لي انا لا 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 يا انا الشحي ولك الشحي جيبولي ولك يا الله. هاي مراتي نويديا. لك شو؟ شو عملتي هالاسبوع؟ لك شو؟ انا كنت قاعده بالبيت. لك اتكلم مع خطيبي. شو؟ شو؟ لك شو يا اخي؟ انا الله يحرق حريش. الله. جماعه البرنامج تاعنا دائما عندنا دي كود كور اي تي كود كول. ماذا بيا نعرف الكود كور تاع مراد صاولي؟ واش كود كور تاعك هاد الخطره؟ عندك كود كور ولا كود كول؟ بالسوري احكي. كود كور، كود كور. عندك كود كور؟ وي. شكون؟ فيديو ولا فوتو ولا شنو؟ لا فيديو، فيديو شونسون.
ايوا شونسون لواحد من المغرب. ايوا جدد واحد لا شونسون تاع ناس الغيوان وعجبني بزاف، شفت فيه شونتور، شفت فيه كوميديان، شفت فيه كل شيء. طيب شوفوا شفت بالضحك، شوفوا بازي لونسي. الله غادي يهبل اقسم بالله. عجبك هذه لا شونسون تاع ناس الغيوان؟ اسمها الاغنيه فين غادي بيا؟ وين غادي بيا خويا؟ صح اسمح لي انا نظن باللي داروا مونتاج. علاش؟ علاه؟ نظن باللي ماشي السيد. لا لا هو لا هو 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 لا هو سمعته بزاف بليزير. هو اغنيه تاعه هو فين غادي بيا خويا؟ تاع ناس المغرب طاحوا عليه باللي كومونتير ما خلاولوش، مش عارف انا علاش. بالك بالك على حساب بس ما تجيش مع الاغنيه. بالك مع الناس غادي باسكو اغنيه خشينه. شنو الاغنيه حافظها مراد؟ وين غادي بيا خويا؟ وين غادي بيا؟ وين غادي بيا خويا؟ وين غادي بيا؟ وين غادي بيا خويا؟ وين غادي بيا؟ وين غادي بيا خويا؟ وين غادي بيا خويا؟ وين غادي بيا؟ هذا المكان هذا ماك حافظ؟ شو شو يا خويا؟ عايده كوت كور ولا كوت كور؟ عايده انا جادور تي كوت كور، جادور تي. مازال ما شفت كوت كور عندك؟ اليوم ثاني كوت كور؟ اي جاي كوت كور. كوت كور؟ نعم. بعد عليها خليها تخدم، بعد عليها خليها تخدم. دعوه يا اخي بطلة. كود كور، كود كور تاع طفل صغير واخته. قاعدين يلعبوا، ما نحكي لكمش. اي اي لوص لا فيديو بعد نهضروا عليها. تفاوي لك شو لك شو الافكار شو هال شو لك شو هالمشاهد شو هاي شو شو هاي شو تعلمي لك تعلمي شو يا اخي انا عندي ميرسي عايده سي تري جولي اي تري مينيون خوها خوها الكبير دونك لا غاتي البانيي ديالها ونات تبكي عاونها ورفدها بور كيل بور كيل ريوسي سا ماركي شو تحكي فرنسي بعد قلت لك اش معاها في الدار انا قول والله والله ما قلت لك صغير ما خيت عندك اختك صغار اختك لا كبار كل ما عنديش انا هو الاخر ما كاش منها والله ما كان يضربوا شوف بازوز كيش داير محمد كضرب خواتاتك لا انا لا انا كاع على بالهم انا عندي ثلاثه خواتاتي قبلي وعندي خويا صغير عليا وانا استدر بقيت انا لا زوج خواتاتي كبار وبعد انا بعد اختي وخويا انا عندي علاقه بزاف احنا كاع العائله متينه صدر انا وخواتاتي بزاف ما قلك يحشموا مني ويقادروني وكاع بصح تي با ايماجيني شحال قراب لبعضنا بعض نبغيهم بزاف يا تربيه نسيم نسيم ما يبغي حتى واحد ولا شو قال لك يا خشيش ما في لا اكيد لا والو صحيح رابور تاعك مع 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 لي فرونجي انا هو الكبير في الدار دوك انا هو الكبير دوك يقدروني يحبوني ما مشكله ما عندك ما عندك يدير صح صح عندك دي فرير جاي اون غراند سور عندي اختي الكبيره وانايا وزوج خوتي صغار صغار تضربيهم؟ نو صح سي لامو سي لي زامو دو ما في صح ولا حب نيكولاس شحال عندهم خوتك؟ واحد في عمره انا ليك تي شو شحال عندهم نعم واحد 11 سنه والاخر 16 سنه الله يبارك الله يبارك ربي يحفظهم نيكولاس تضرب خوتك؟ انا عايز بس اقول لك محمد عم تطلع في النسوان شو بدك منهم اللي من بكري ها من شايفك من بدري خلي بالك عيني عليك ها عيني عليك خلي بالك لقد شو عندك براقة لا 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 ما طلعش في النسوان لا 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 خلاص طلع في النسوان لا خلاص خلاص من بعد من بعد من بعد من بعد طار ولا العار قساني عندك عندك كود كور ولا كود جول؟ عندي كود كور شوفوا شوفوا الكود كور تاعك شوفوا الكود كور تاع محمد خسان كود الاستوما صدقني شتي الالفا في اند هذا سي لاف سي لاف بن كرودس Thank you.
انا قصها محمد عمد رباتني عايده قصها محمد تاثروا لي بهم تاثروا لي بعايده جيبوا لي كم محمد هنا انا بط راه قارع الفيروج قارع الوطاي حبسوا باش يفوت حنا عندنا عندها فيروج وانت من تفايد يقول لك مالك بيتا كنا في غردك في غردك كما قال حسن الفت زعما انت مو متسيل زعما كاين انت مو متسيل يعطيك الصحة نوميديا قال احنا ما نقدروا لها شموح شافي نهار كان عندنا احنا رونديفو عند بو جماعة وكذا نولوا واش قال لي الشيخ قلت له باش نلحقوا لازمنا واحد الساعة قال لي غادي نلعبها مريض صاحبي شاعل في ديتراس وكذا واحد الضحك في الطريق كونترا صاحبي سيناتي تاع الكونترا شغلك غادي لك شغلك مريض صاحبي نوميديا نوميديا كود كور كود جول كود كور كود جول كود كور كود كور سمعت كور سمعت كور سمعتي كود جول انا مخلطه كور مع كور كود كور هي كود كور شكون كود كور تاعك يا حد لي كومونتير بصح خساني هيا يا صاحبي وازي كملي شو شو كاسكو جيزي اوكي كود كور اوكي يضحكني بزاف روكاردي شوفوا كود كور تاع نوميديا غسانا في هذيك غسانا شويه هذه في هذيك كيفاش تسيبورتو تلبسو دي طالون انورم كيما هكا انا جادور بصح والله ميسي تورتير جي اون بيرمي تاع لي طالون نهار كان في عمري 8 ans عندك 8 ans تلبسي وانا عندي البيرمي عادي تلبسي لي طالون وي سور سان كيكون مع سور سان دي كونسونتيني وي مي جو لي شوازي افيك بريكوسيون ستادير سي دي شوزور لي نقيسهم وش في دي زي سي بيهم ولا نقدر نحرك هذوك اللي خالص مام هكذا كاع سيريو متكبروا تمرضوا على بالك سي اون تورتور سي اون تورتور لي طالون مي سي اليغون فيه علاقه سي اليغون سي اليغون كاينه الاخرى كاينه اون كروند كوميديان اسمها جينيفر لورنس اشاك فوا طيح كل ما تجي غادي دير اوسكار طيح في الافيكان طاحت شحال غادي طاحوا اليسا طاحت سور سان لي طالون سي تيريب نسيم كود كور كود جول كود بي عندي ايوه شوف عندي كود بي شيخ هذه مرا انا مي خطيبه مراد هذه الفيوسي تاعك مراد لا حي سيدي وهذه راني ناوي نشوفها الخويا نيكولا باش نوضوا العلاقات في انا تخضيت اصلا باش خطبها نيكولا اخطبها ايه دي هي مش عارف دي تاكلني اساسا خبطه من دول حاضيه راني باين نديروا حاجه كم لاعبينها اللي قاعدين كوميديا وكاع كاين جو كنا نديروه بكري تاع كل واحد يقول كلمه من بعد هي تقولي لو ميم مو تقولي الكلمه هو ونزيد حاجه ومن بعد انت تزيد اللي قالها خساني واللي قالتها عايده تاع الميموار وانت تقولها تاع الميموار شوفوا شكون اللي عنده لا ميموار شكون اللي يغلط سي دي فراز و سي دي مو هي جمل ولا دي مو با فورسيمون فورميلو دي فراز با فورسيمون ديروا جمله هكا ديروها بالكلمات تجي قولوا كلمات مين نبدو بدا من هي باش تجي عندي قاعد صعيبه طيب بصح غادي نتفاهموا على حاجه اللي يخسر يدير دي بومب يدير 20 بومب هنا يعمل لي بومب لا لا ضغط ضغط 10 10 10 هيا روح لي 20 10 هيا روح فازي هيا نبداو منا الكلمه وبعد نوميده تقول لي كلمه اللي قال صافي فهمتي هتقول لي الكلمه اللي انا قلتها وتزيد عليها كلمه ثانيه تاع دوك نتاع هتقول لي الكلمه بتاعتي وتزيد عليها كلمه ثانيه وهكذا ايوه هي ماشيه هيا روح فسحه لغه فصحى اللغه فصحى ايه على بالي فهمت ما كنتش فاهمه نعاودو افو معاك بخي بارتي اي قولي كلمه اللي قالها وزيدي كلمه خلاص صاي خي ما ديري لي بومبانو ولا تروحي توسعيني ليها صاي هاي نفس الكلمه قول فصحى فصحى لغه فصحى لغه لقيا فصحى لغه لقيا باب فصحى لغه لقيا باب دلوق فصحى لغه لقيا باب دلوق عبد القاب
فصحى لغه لقيا باب دلوق عبد القا زيد كلمه كلمه هاي راكم لك فصحى فصحى لغه لقطه اليمينيتيا صحيح عاوز اليميني هاي هاي كمل مراد هي اليميني فصحى لغه لقيا صاي خسر صاي طيب كمل مو ناسين فسحة لغة لقيا باب فكروني فهدين بعد عبد الدقة خسر 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 برا برا باقي بين عايدة وخلاص هاي غادي نعاود لكم مازال يلخط عندي كمل مازال يلخط عندي مازال ما خسرش هاي غادي عايدة لغة فصحى لا فصحى فصحى لغة لقيا لقيا باب دلوق عبد القا معليش كمل روح نسيت كلمة زيدي كلمة ليك تاعك نسيت كلمة خسرت هاي برا لا لا مش نزيد خلي ما كتحبس خلاص بين نيكولاس نعاودوا من الأولى وخاسرني هاي عاودوا ديوال بيناتكم أنتوما زوجية كلمة كلمة شوفوا شكون يغلط هاي راه بدا من الأول من الأول بدا أنت هاي مصر مصر بحبها مصر بحبها جدا مصر بحبها جدا لكن مصر بحبها جدا لكن بعيش مصر بحبها جدا لكن بعيش معها مصر بحبها جدا لكن بعيش معاها فين مصر بحبها جدا لكن بعيش معاها فين في قلبي مصر بحبها جدا لكن بعيش معاها فين في قلبي وانت مصر بحبها لكن ريبوب هيا ريبوب هيا ريبوب هيا روح دير ريبوب هنايا هيا دير لنا موسيقى دير لنا موسيقى تاع ريبوب هيا هون 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 ريح ريح نيكولا اخي ريح روح ريح ريح روح اقعد دير ريبوب هيا دير لنا موسيقى هيا ميوزيك هيا هنعمل ايه هو اللي هيعمل ها هو اللي يعمل واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة شكون هذا؟ ستة زين زين زيد واو زيد زيد تعبت 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 صفر زيد تعبت لا تطلع فوقي حبيبي حبيبي احب حبيبي شحال خسرك حبيبي شحال خسرك نكمل فريدي لا به ندير 100 اطلع فوقي قاعد يهوز فيها بطيء قوي على فكره المره الجايه اسرع اسرع دير انت ايش عاد سريع سريع يعني سريع 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 هيا ابعد دير دير نيكولاس ايوه دير هيا ما تكتش معي الهضره هيا تكلمتوا عليا دير هادي خلي محمد ريا محمد دير هاي روح احمد ماكش ده لي ريا ما تخافيش ما تدوشيش واحد واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ريح نيكولاس ريح جمهورنا الكريم نخرجوا فاصل ونرجع لكم بعد قليل جمهورنا الكريم ضيف حسن ترينا هاك اليوم ضيف مميز ضيف يبغوه بزاف الجزائريين ضيف عزيز علينا بزاف نبغوه بزاف وصاحبي ونموت عليه مصطفى العريبي مصطفى اخويا مرحبا بك وشرفتنا بالحضور تاعك مصطفى ميرسي دات فوني شرف ليا كادير اي بي مرحبا و ان بوبليك فورميدابل ميرسي ميرسي مصطفى صاحبي مرحبا بك كنا لك معنا راك تشوف ليكيب شكون اللي عنده ابري باسكو الرجل الشامي والجمال الشامي معروف شويه شكون اللي يبان شويه بوغوس ويشبه شويه للزين الشامي او يدير لي هكا او يدير لي هكا شنو هذا انا كاع فيك كاع صوالح يغش
في بصح في لابوتي زعما باينه لو شوا باين زعما غير انا غير نبغي نطرح السؤال صح. جمال باين نو ميديا صح نو ميديا باينه بصح جمال راني على الرجال لا شوف شوف لما شوف شوف شد شلون عندك عليه شويه شوف الجمال مصطفى اكتب الجمال تخوف جمال هذا مصطفى صاحبي الجمهور الجزائري راه يعرف مصطفى صافي متنو حنا نعرفوك قبل نعرفوك في المسرح مصطفى وي نعرفوك في التياتر من بعد لا ديكوفيرت لا ريفيلاسيون تاعك عند لو غران بوبليك سيتي في مسلسل اللي لعبت فيه دور لمجد سي صا امتحان صاب 2006 وي 2006 وي عند 2006 اللي كان عندك فيه جائزه تاع فينك دور سي صا فينك ذهب فينك ذهب حنا غادي نتكلموا على الخلفيه قبل نتكلموا على لا فورماسيون تاع مصطفى اللي خلت بعد مصطفى مصطفى اسكو داير مع حد داير تكوين ولا من الحركه المسرحيه ومن بعد درت رحت الاحتراف نعم من الحركه المسرحيه الهويه دابا اسكو الاج دو 15 ans ديجا دخلت الحركة المسرح قليعه اوكي تما اللي بول عصامي تكونت في مسرح الهوات شاركنا في مهرجانات كثيره ومن بعد نولوا لقضيه المهرجانات اللي عندها اهميه كثيره وحنا اللي ما نعطولهاش البعد اللي لازم دونك تربيت في المهرجانات تربيت مع الشيخ يوسف تعاوين اللي نحييه ومن بعد اون 99 مع محمد البصير الله يرحمه هو اللي داني العالم الكاميرا صح 99 98 اي اونسويت بدات لافونتور تاع لا كاميرا هنا مصطفى حنا نعرفوك صاحبي غادي نشوفوا الجمهور الجزائري شي يقول عليك خرجوا برا شافوا الجمهور الجزائري واش خمم على مصطفى العريبي شوف معنا هاد الشخص شكون سيدا ازمو بصح تورني ملاح مصطفى العريبي هذا عبد معروف جزائري نشوف لي فين ديالو هذا لي فيلم هذا ممثل معروف يجوز في رمضان بزاف هذا وي انا هذا الاكتور يعجبني دوبي اللي يلعب في لي فيلم ويلعب بزاف ما شاء الله وشنو هو رايك اللغه اللي يخرج عليه بزاف واحد سيري دور صدر صوماليتي يخرج في لغه ديالو يكون واعر جاي كيكون شرطي يجوز بزاف بوليسي سيري مصطفى الغريبي يبان لي عاقل انسان متواضع ما يمثل بزاف نورمال طولقو كلش عادي صح الغريبي خويا واش رايك مصطفى الجمهور يعرفك بلي في مستند قال لك يقول لك واحد يلعب يبغى يجي عليه سيريو يجي عليه كذا لكن الجمهور حبك في دور تاع المجد هو سيتي بريسك ان بيرسوناج نيجاتيف كان اونفا فيه بليزيور فاسيت صح كان حنين فيه بليزيور نو ما نيجاتيف نيجاتيف سي ان بيرسوناج سي ان بيرسوناج جينيرالمون البوبليك الي اتيري بار لي باد بوي هادو زعما اللي جايين شويه موفي جايين شويه فيهم الخديعه شويه صح اذا قنعتو لا قنعت المشاهد كيما تشوف باغ اكزومبل عثمان عليوات في امراتان سيد مطسطس كاع بصح هكاك ويغيضك في لافان لمجد سي لا ميم شوز واحد ما يحبو شغل يتشل ولا في لافان تاعو صدير عندك الحق البوبليك اللي افيرتي البوبليك كي راهو يتفرج فيك على بالو بليك تمثيل فيلم مي كيما كتقول الى قنعته الى لحقت له الاحساس اللي راهو عندك وصلت له الميساج اللي راك حاب تمدو انت هو راهو عارف بلي راك تمثل مي باغ اكزومبل مجد الميساج سيتي ك اونتر اوتر يعني واحد من لي ميساج سي الناس اللي تزوج بناتها على جال المال صح كاين الناس بزاف يمدوا بناتهم على جال المال بريسك يبيعوهم مي اون فيت يبيعوهم من الحيوان يبيعوهم الوحش غير تروح للدار ضرب وحقره و لان دي ميساج هذوك دونك كي توصلوا كوم يلفو يركب صح. معك صح ما مصطفى الان لا كارير تاعك واحد قال نشوفوهم نشوفو الممثلين هاي اسا سي لو كا براتيكمون دو تو لي اكتور لي اكتريس الجيريان
براتيكمون اون فادير لا ماجوريتي يا با دو برودكسيون على مدار السنه. قال نشوفوا هذا الممثل نشوفوه في رمضان، شغل ولد فينا شغل نيتيكات تاع ممثلين تاع رمضان. هذا راجع لواش مصطفى؟ راجع لقلة المال، الوغ كو اون الجيري جو بونس كي اسي دارجون، يا اسي دو سبونسور، يا اسي دانونسور بور فير بليزيور برودكسيون باش يكونوا كاينين انتاجات كبيره، لكن لماذا التركيز فقط على شهر رمضان مصطفى؟ شوف لي برودكسيون تاع رمضان لو كان نوزعوهم على العام، العام ما يكفيش. اكزاكتومون. دير لو نومبر دو العدد تاع الانتاجات تاع رمضان لو كان توزعهم على العام تشد اكثر من عام. هذه في رايي ثقافه الاستهلاك. لا كولتور دو لا كونسوماسيون. لوديمات المشاهده، نسبه المشاهده ترتفع في شهر رمضان. لانه الناس صايمه تنتظر كي تفطر صح. يقابل تلفزيون يجوز وقت مع العائله مع كذا. لي سوجي المواضيع اللي يعالجوهم الاعمال الرمضانيه تكون اغلبيتها متعلقه بالمجتمع واغلبيتها متعلقه بالعائله باش تكابتي العائله والمجتمع. وزيد على هذا اراده سياسيه صح. وقرار سياسي اللي قادر ينهض بهذه المهنه، خاطر في اعتباري لحد الان لا تعتبر بمهنه، مهنه التمثيل ولا الاخراج ولا كتابه السيناريو في الجزائر ما راهيش مهنه، هي مادام احنا نعتبروها باللي كترفيه، سي ان ديفيرتيسمون، تجوز وقت مع العائله، تجوز وقت مع اصحابك، دونك ما نعطولهاش البعد اللي لازم على كونها مهنه بكل مقاييس بكل معايير. دونك اراده سياسيه اللي قادره تخضع هذه المهنه القانون يحميها وتشارك كل ارباب العمل كل ارباب المال تتحفزهم وتشاركوا في الانتاج ويشاركوا بطريقه او باخرى في دعم الانتاج وفي دعم الثقافه بصفه عامه. دونك يا با يا با يا با اون فولونتي بوليتيك، ما كانش اراده سياسيه وما كانش في المقابل ايضا ما كانش اراده من عند رجال الاعمال باش يخدموا. مراد احكي لي واش تخمم اكزاكتومون على مصطفى؟ قلت صح مصطفى والله كانت في راسي تقول دخلت لي في راسي. انا ندخل في راسي. انا مصطفى العريبي، مصطفى العريبي كنت نشوفه غير في التلفزيون. اي نهار الحق بعد صرتني وليت تقعد معايا تقول لي انت تصنع كوميدي والله تصنع ضحك يا حقروني. مصطفى خدمت معاه واحد لاسيري نسميها زين صحتك، زين صحتك اول مره نخدم معاه، وانا اول مره ندخل ميدان تلفزيون نخدم الفيتون هذو. كي لقيت مصطفى كنت نشوفه غير في التلفزيون. خويا كي دخلت خدمت معاه يعني شابو خويا شابو. عطاني فرصه، قصر معايا، ضحك معايا، اوندير يعرفني 10 ولا 10 سنين من قبل. تسمى بنى لي واحد كيف يقولوا سمي لي عاوني. حطك اليز يحطك حطني اليز خلاني اليز طريق تلمو ضحكنا ما نعرفه مسكين ما يعرفني تلمو ضحكنا بالدموع. بالدموع يعني هذه نقول لك حاجه تربيه خويا تربيه وشباب وين خلانا وين خلانا احنا تسمى هكذا هو عطاني ميساج انا ثاني مد ميساج غدوه ثاني ان شاء الله يجيو ديزاكتور صغار ولا انا ثاني نزيد نحطهم حطهم ما تحقرش حطهم الاز ما تحقرش نوميديا تكوني مصطفى وي انا زعما ديجا ترافاي اونسوم وي اون ديجا ترافاي اونسوم شحال عندها دوكا مصطفى هذه 2013 12 هكذاك 2013 كنت هذاك وين درت الحان وشباب سيتي مون بروميي فيلم اوسي وتلاقيت كان مع ايمان نويل وهو سيتي فريمون سي فري وشاوي يقول كاع صح كريم كريم بالبزاف تو تري تري جونتي افوار هذا سان تيمونياج و سي فري انا جو كونفيرم ان ساتي لا ميم شوز تلاقينا جو بونس في عيسى الدين في البرج كان برد بزاف تلاقينا دون زان فويتون ثاني جيتي اونكور ديبيتي ما كاري في لا تيلي اي سيتي لا ميم رياكسيون دونك انا جو كونفيرم مصطفى هذه يشهدوا لك بها كاع الناس واللي يقول الكونترير راه يكذب باسكو مصطفى احنا نعرفوك والجمهور حتى المعامله تاعك مع الجمهور انا نشهد لها راك فاهم نو بلادي سي شغل ما درت والو سي اوتوماتيك واجب هذا شغل pour faire perdurer le métier هذا باش المهنه هذه تكمل باش هذا مش عارف نلقاها اسم هذا الحب هذا الى لامور دو 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 سو ميتيي لامور دو سو ميتيي il faut s'investir quand qui tu t'investis
خدمت يجي لا روليف نعتبرك روليف ولا نيميديا ولا اللي هو نعتبر روميد دونك جو مرون سيرفيس ا موي ميم كي نديرك في الجو اللي لازم كي نعطيك واش عندي ماشي كاع يخمو كيما انت الخدمه تاعي ما تكمل دونك ما تحبش كنحبسها عندي تحبس صح مصطفى اوسي يا الفولي يا الفولي اوسي سينما باسكو كاين اللي يشوفوا في لا تيلي مالوروزمون يا با اسي سال سينما في الجزائر والافلام حتى ما ولاتش تبث في القنوات التلفزيونيه يخلوهم يشوفوا الفيلم العرض الاول نتلاقاو كاع في الموغارس مع بعضنا بعض لعبت مليح ومن بعد اوب لو فيلم يشوا سوا كلكو فيستيفال ولا مزيد تشوفوه درت افلام سينمائيه مصطفى لو غرون تيكرون سي حاجه واحده اخرى راك السينما سي ان اوتر ديلي حاجه واحده اخرى كاع اسكو مصطفى عنده اون فريستراسيون تاع ما لعبش ادوار كبيره في السينما مثلا ولا ما شاركش في مهرجانات كبيره في السينما تبقى لك اسكو هذه تبقى لك اون فريستراسيون فريستراسيون نو مي جو سي با بالك فريستراسيون مي تغيضك تغيضك لانه واش عندك فيلم داخلك واش درت درنا فيلم تاع كريم بالقاسم وين درت الرول تاع عبير رمضان جو مو سوي انفيستي افون مديت كاع واش عندي كي شفت روحي في ليكرون ماشي باش نزوخ مي عجبتني الخدمه اون ميم طون غاصتني الخدمه علاه باسكو على بالي بلي العرض الاول ومن بعد صاي موت الفيلم ما راح راح دونك سي اون فرستراسيون وي كلكو بار صح سي با لا فوتو زاكتور هنا باسكو يا با بوكو يا با بوكو دو فيلم ما عارفين داروا بزاف لي فيلم مثلا في دول شقيقه مثلا في تونس يوصلوا المعدل نظن حتى 30 فيلم في السنه في المغرب ما نهضروش كاع على عدد الافلام في نيجيريا في اللي عندها اكبر عدد تاع افلام في الجزائر نظن الان رانا في معدل تاع فيلم او فيلمين في السنه دونك وماشي كل سنه وماشي كل سنه دونك مشكل كبير محمد اسكو ظن باللي 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 يقدر لا كارير تاعك تنبعث من جديد اترافير لو سينما المشكل هو كما قال لكم مصطفى احنا دي فوا نشوفوا صالح نقعد نقول صدر احنا نغيروا الفنان يغير دي فوا احنا بالك في شعل ما طلعش لاسان تشوف مسرحيه تغير تقول لكم غير راني سور سان صدر ما انا نشوف باغ اكزومبل نشوف واحد مصري ولا انا بروشي في مصر ومروك بزاف شوف لي ماروكان هكا كاين اصدقائي كاع نشوف نقول عندي كل شيء باش زعما نطردك في السينما صح هنا درك ما راهيش بيدينا قادر وعلى بالك بها ما راهيش بيدينا هنا سيستم يعني المنظومه وكل شيء ضدنا ماشي بصالحنا وديجا مام الافلام اونتر بارونتيز صدر الا داروا كي هذاك الفيلم في العام فيلم على الثوره وما يخرج وما يدورش الا كاين فيه في العام على الثوره استدير دي بروفيل احنا دي جان هكا من نظر قادر تكون باريزوم تا دافيش مي ماشي بروفيل تاعك اللي فيه نتاع الثوره انا ما نشوفش كاع في السينما محمد ما نقدرش نيماجيني كاع في السينما ما شكيتش زعما كاع حاجه تاعك ما فهمتش تسمع استنى نعاود له قلت لك ما نشوفكش في السينما انا ما معليش هذا رايها هذا رايها قلت لك بلي ما سي مون سي لا رايها تشوفك ما تشوفش السينما تشوفش السينما مش سينما مش كل واحد رايها حقها واحد صح مراد وين تشوفيه مراد ميم اي بو فير سيني جو سي با مي انا خاساني جنو صحيح صح بعد هي بوكو بالنسبه لك في سيري كوميك تكلمت لها على السينما في السينما من باب انه يقدر يدير افلام كوميديا كوميدي رومانتيك وكاع نيكولاس الافلام في مصر نيكولاس احنا شعال ابري عندك على فكره شعال المعدل تاع من فيلم في مصر ده متهيألي ممكن نعمل حوالي 70 فيلم في السنه تقريبا 70 80 فيلم لا اكثر مصر لا مصر من حوالي 70 80 سنة 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 وعلى بالك في العيد صغير كاين في رمضان كاين في العيد الكبير كاين سينا اندستري كاين ديفرسيتي سكور الشوز اللي ما عندناش حنا ازود لك حاجه برضو يعني الايرادات الفتره دي زادت قوي عن قبل كده يعني دلوقتي في فيلم مؤخرا عمل حوالي 50 مليون لا بالعكس 50 مليون جنيه ايرادات السينما 50 مليون جنيه ده رقم ما كانش بيوصل قبل كده تتوقع ان فيلم كان قبل كده بنتكلم في مليون 2 5 دلوقتي الافلام بتوصل 50 لان افلام بقت تطلع في الخليج
البدله تاع تامر حسني. البدله هو ده البدله هو اللي بطل مليون جنيه، رقم ما حصلش قبل كده في السينما. صح. فالافلام ليها بقت صناعه كبيره جدا وبزنس وفلوس وارباح ويعني حاجه كبيره. يعني انت تقول بلي الايرادات تاع الفيلم 50 مليون جنيه ولا الانفستيسمون يعني ايرادات فيلم بس فيلم واحد بس الايراد بتاع فيلم واحد بس 50 مليون جنيه غير صال سينما. صح لصال سينما. دونك حنا لا شوز اللي ما عندناش هنايا هنايا مصطفى سي حنا ماناش نقولوا لهم انا دائما نفسر الممثلين الفنانين باراي بور 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 لو شون هذا حنا كري لو مارشي حنا ماذا بينا تفتح قاعات السينما من بعد يا خويا المارشي لو مارشي باش من بعد ما يقولكش باللي لا هذا يخلص غالي وهذا يخلص اقل يا خويا انا نجيب مصطفى العريبي انا منتج نجيب مصطفى العريبي ونشوف مصطفى العريبي واش يقدر يجيب لي انا في القاعات تاع السينما. سي صار علاش يديروا لي تيزر يديروا لي تيزر دونك على مود ولاو لي تيزر يخدموا بلي تيزر تقدر يحكم ان بروجي يدير له التيزر ويشوف لي انفستيسور بلي تيزر قال هاوليك نبيعوا لك هاوليك تو الفينانس هاوليك لا تبرودويزي اي سا مارش مي اون كونتر بارتي الانفستيسور ولا اللي عنده دراهم il faut le convaincre. صح il faut le stimuler c'est-à-dire لازم تحفزه صح باش لي بلي راه عارف لي راه داخل في مشروع ناجح معلوم صح. معلوم خاطر سبونسورينغ الى دي فال كيم لي زامبو بار اكزومبل تمت سبونسور نحاولك لي زامبو راك تو بينيف لا حنا خاصنا مصطفى ما خاصناش تاع لي زانونسور خاصنا ماشي لي زانونسور خاصنا منتج جوستمون يحط المال ويديروا له قاعات سينما قال انفستي جوستمون مليار نربح 3 ملايير جوستمون يولي صناعه تولي ان بيزنس جوستمون في الاول ما عندكش ميكانيزم ما عندكش ميكانيزم ما كانش ان تيكست تخدم به مي عندك هذه العفسه تاع سبونسوري صح tu produis un film l'argent que tu investis il est défalqué des impôts c'est déjà ça bien sûr on va en attendant le bénéfice parce que c'est une culture ماشي تم كاين le rendement تم كاين le retour de l'ascenseur c'est pas tout de suite parce que لازم تربي tout une société باش تروح السينما لازم تربي tout société باش يكون عندها ذهنيات تاع السينما ذهنيات تاع انواع الفيلم صح لي تابو ما يكونش كاين بزاف اكسيتيرا صح سي فري سي فري حنا سي سكي مونك سي سالي كنا نتكلموا عليها على تاع اون اندستري اون فري اندستري غادي حنا نشوفوا بيسك رانا نتكلموا على الدراما وكاع نشوفوا مع ميسراد لا كاينين جزائريين يشوفوا الدراما الشرقيه ولا لا شوفوا معنا ميسراد مساء الخير عليكم سيداتي سادتي اليوم راح نروحوا لسوجي بزاف بزاف حساس اسكو الجزائريين يشوفوا المسلسلات واسكو يحبوا مسلسلات تركيه ولا مسلسلات دراما ولا حزن نحن نشوفوا واش يحبوا نعاودوا نقولوا الوغ شكون هذا المسلسل باب الحاره باب الحاره باب الحاره باب الحارة وشنو هو البيرسوناج اللي عجبك كامل هنايا ابو شهاب ابو شهاب علاش ابو شهاب الرجوله تاعو عجبني هذاك لاكتور اللي فيه يدير هذاك وانا بلش اسمه هذاك بس يعني داكور اوكي بس اكزاكت اسمه شنو مش هذاك عجبني اسمه جاي شويه حار تاع توانا تاع الجزائريين كيكونوا حارين هذاك هو واش عجبك في باب الحاره يعني اللبسه ديالهم القاعده هذيك المسلسل هذا حلم السلطان حلم السلطان حلم السلطان وشنو الحاجه اللي ماركتك بزاف في هذا المسلسل هو يوم علاش هو شابه بزاف حلم السلطان طول مود كيف مراوغات يلعبوا يمثلوا عادي نورمال في من بكري نتفرج فيه من طول حتى الحلقه الاخيره حلم السلطان عجبني الديكور الحكايه باينه ما نشوفوش مي يعني معروفه باللي الحكايه مليحه ايتو عطيك تسمع لا بروميير شانسون قول لي وشنو هي هادي لا شانسون تاع ليالي الحلميه على فد هكا موسيقى هادي موسيقى ما فيهاش ما فيهاش بارون نو ليالي الهجال سي صا ليالي الهجال شوف سمعت واش قالوا ليالي الهجال ليالي الحلميه مع رأفت الهجال نسقوا مع بعض مصطفى الان كاين لا كونكورونس ميتنون كاينه منافسه تاع دراما لكن كاينه دراما جزائريه الان الجمهور الجزائري عنده انفتاح كبير مع القنوات الفضائيه والانترنت وسي منافسه مع الدراما عالميه نتفليكس كاينين لي سيري امريكان كاينين المسلسلات التركيه المدبلجه
المسلسلات المكسيكيه اللي كانوا بكري الان كاينه اون فري كونكورونس. هل تظن باللي كل الاصناف ممثلين مخرجين كتاب سيناريو، هل الممثلين والكتاب سيناريو والمخرجين الجزائريين هما قد المنافسه مع المنافسه اللي راهي الان المنافسه العالميه؟ معلوم معلوم نقدروا اللي عندنا انا دي سيناريست كومبيتون. سيناريو سيناريو وي وي عندنا مشكل في الحوار كذا. اوكي لي سيناريو كاين دي سيناريو انتريسون، كاين سيناريوهات مهمه وجميله وتقدر تصنع قصه مليحه. المشكل اللي عندنا على حسب رايي سانونغاج كو موا في الحوار ديالوغ، عندنا مشكل في الديالوغ. مادام مازال نقولوا نقول لك حاجه راك راح تقول، علاه تقول لي نقول لك حاجه لي بيكي نقول لك حاجه تشوف بزياده تشوف زيد بزياده انا راح نشرب الماء. دونك الحوار عندنا ضعف كبير في الحوار. المنافسه تاع المسلسلات كانت سواء كانت تركيه مصريه او عالميه او سوريه نقدروا ننافسوها. نعاود نولي لا ديسيزيون بوليتيك لا فولونتي بوليتيك سادير كاسك جونطون بار فولونتي بوليتيك. واش نقصد فولونتي بوليتيك؟ سادير نحميو هذه المهنه ناطروها نديروا لها قانون نديروا لها اموال نديروا لها شكون واش يدير. كل هذا عندنا ممثلين ممتازين، عندنا مخرجين ممتازين، عندنا تقنيين من احسن التقنيين في العالم. برك الامكانيات اللي تخص صح برك صح. الامكانيات صح. برك نهتموا بهم برك شوي داكم صفا. وهذو توعي يقدروا يمثلوا زعما تشوفهم بلي ممثلين درامين. محمد نسيم عايده راه باغي تولي كوميديان. عندك عايده عندك ممثل واحد يقدر اللي يقدر ينافس العالميين دونيرو يقدر ينافس دونيرو. شكون هو؟ خزره لا 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 عندنا دي كوميديا تريز انتريسون. عندنا دي كوميديا عندنا دي كومبيتونس كاينين ممثلين. حنا غادي نختار زياده اسمح لي زياده على الظروف اللي نعملوا فيها. هذيك ما تهدرش عليها مصطفى هذيك غير بيناتنا ماش باغي نفهم واش يديروا تلف له فوالا. جيب ممثل عالمي تتلف له في الظروف اللي نخدموا فيها. كاينين سي فري مصطفى باسكو الناس يشوفوا غير الريزولتا. حنا ما على بالهمش واش صاري في ليكوليس ولي كونديسيون اللي تولوا فيهم الفنانين. حنا ما نحبوش نهضروا لانه مازال لو ميتي ني با انكور اورغانيزي مي اون غالير بور دوني لو ميير دو نو ميم بور لو تيلي سبيكتاتور الجيريان. غادي نخدم كويز دركا صاحبي بور هادو الاصدقاء. تبغي تلعب مصطفى لعب نلعب تبغي ما تلعب نلعب نلعب كاين هيا نروحوا دركا لا تلعبي انت تلعبي غادي راني باغيك تحطمي لو ريكور باسكو هذا ملي بدينا هاد لا روبريك جاوب واحد ما جاوبتهاش حاجه ما قربتهاش وحاجه ما جاوبتها بوقله اسمها ما جاوبتهاش. هيا روحوا كويز راينا هكا اللي متأثرت النوره اللي متأثرت النوره الحقها عيون الشباب. ايوه 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 حالة مغرورة. هاي كاين ممثل مصري يلقب بوحش الشاشه كيسموه ما يلعبش ما يلعبش هاي وحش الشاشه هاي استنى هاي واحد زوج ثلاثه طلع شلوش شلوش فريد شوقي عادل امام فريد شوقي فريد شوقي فريد شوقي فريد شوقي عبد النور شلوش إجابة عبد النور شلوش. لا لا تريكوش تحية كبيرة لصديقنا عبد النور شلوش. إجابة صحيحة هي فريد شوقي ومازالت نوميديا محطمة الرقم القياسي في الإجابة الخاطئة. مازال ما جابت حتى إجابة من بدينا ليميسيون. أوكي من هي الممثلة المصرية الملقبة بساندريلا الشاشة؟ واحد زوج تجري ياك تجري ثلاثة أربعة طلع هاي مين؟ مين؟ سعاد حسني تي عبد سعاد حسني مين دي؟ انت غلط اسمع عليك ايش تبغى؟ الجيريان حسني سعاد لا لا غلط من مرض نكذب سعاد حسني سعاد ما عرفتيهاش هذا سعاد حسني في هذه راه غالبكم خاساني ونسيمة هاي حسني من بعد قلتها كاين ممثل يبغوا الجزائريين بزاف اصبر وشفنا ال اصبر جينيك واش تحاول واش تحاول واش تحاول نجويك نجويك كاين ممثل سوري جزائريين يبغوه وعرفوه في مسلسل يوميات مدير عام ونهايه رجل شجاع
غادي هذاك باش تعرفوا جميل وهنا. أيوة. واحد زوج سوري مهند ثلاثه راه طلع طلع لا يد العيد العيله جميل وهنا يا عيد العيد العيله عارف كاش انتي ما تعرفيش مازلتي كذا زيدان غلط تعرفش زيدان ما غلطش ما غلطش تمني غساني ونسيم غساني ونسيم ما تقول لي لا ما يضربوهاش معايا في الدراما وفي السينما دروك غادي نختبر الثقافه نتاعكم نورمال هذه جبدها نيكولاس نورمال المفروض هذه تجاوب عليها انا جاوبت اول اثنين طبعا جاوبت اول اثنين صح هذه ما جاوبتش عليها جاوبت على الاسئله المصريه بصح ما جاوبتش على هذه الاسئله السوريه صعبه باش تحط من هو ما هو اسم شخصيه ولا الاسم المستعار تاع محمود عبد العزيز في مسلسل رأفت الهجان مسلسل هو ادى بيرسوناج تاع واحد انفيلتري اسم هاي واحد زوج ثلاثه طلع راحت لي راحت لي راحت لي اه ديفيد حاج مراد برا مراد مراد صاحبي اطلع برا مراد اطلع برا دافيد شارل سامحون تصفيقه كبيره على مراد ثقافه كبيره مش بتاع ما كتبتهاش لا كان دافيد انا راني جايب ربعك جايب سؤال واحد اهو دافيد ما قلتهاش نيكولا وهذا والله لا قالوها لك احسب لك يا معلش 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 عارفه عارفه هذا شوف ليش بد هذه نعرفها باللي ثقافه كبيره في السينما المصريه روح التلفزيون المصري باش ما يشوفوش حتى واحد ما يشوف لي انت علاه خلي خلينا روح فازي مسلسل كبير مسلسل كبير قادر انا ما جبدهاش سنة 87 محال تجبدها سموه بين القطرين اه سمعت به الله ما سمعت به تعرفوا مسلسل انظروا انه قادر تعرفوا مسلسل كبير نعرف الرواية مسلسل كبير مصري سنة 1987 سموه زيد بين القصرين قصرين ماشي قطرين قصرين قالك نعرفه مبني مبني اسكت مبني على روايه تاع واحد روائي كبير مصري طبعا يعني معروف شكون واحد زوج ما كان نشوف كان نجي مكتب واحد زوج ثلاثة طلع طلع نجيب محفوظ تبريت اهو انا الوحيد اهو الوحيد الوحيد اللي جابه نجيب محفوظ نيكولاس شوف النار راح امشي 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 صاحب صاحب شو شو صح شكون الباح شو ما راهش يدير دور النافو دور النافو في اللعبات واللي تريح ليه الباح ربح محمد خسان بتجيبها ربح محمد خسان انت ونسيم ربحتوا جبتوا على صح منو ميديا ما زالت محطمة الرقم القياسي بدون اجابه زيرو لانتيليجونس لانتيليجونس زيرو مصطفى نعم عندك عندك دي بروجي راك تخدم فيهم كاين كاين دو تخوا بروجي راهي في الدراسه في الدراسه صاحبي مصطفى انت من النوع اللي يامن باللي الممثل يليق يحضر البيرسوناج ويدرب مع المخرج قبل في السينما ولا في التلفزيون ولا من النوع اللي يجيبوا له السيناريو مانيش باغي نمعني على واحدين اللي ما يحفظوه ما والو ماش باين معني ماش نهضر على مراد ولا انا ما قلتش مراد مانيش باغي نهضر مانيش باغي نهضر سوسيتي لي نو ثم الجمهور كامل تاع لاجيري يقول لك هذا مش يحفظ ومش يقرا في السينما انا قلت ولا كيما تحفظ وراه مشكل نورمال كيما تحفظ انا ما قلتش مراد هذو 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 القارين هذو القارين ما تحفظش يحفروا في ماش قاص تحفظ دير سيكسي انت انا ما نحفظش انا هالو اسمع انا نقول مصطفى مصطفى يعطيني ان سيناريو نسكانيه عينية طيش عليا كي تسكاني روح كي تسكاني وريني كي تسكاني طيش عليا دك 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 حاجة كبيرة مولا ولا مصطفى انت من النوع اللي يأمن تحضير الشخصية وبالتدريبات ولا كاين اللي يجي يقول لك نو انا نأمن بالعمل مباشرة قدام الكاميرا وما نحضرش للشخصية لا لا لابد من التحضير ولابد من القراءة ولابد من دراسة الشخصية ولابد من الجلوس مع المخرج مع الكاتب مع الممثلين اللي رايحين يخدموا معك هذه لابد جلسات هكذا باش إلا تحترم المهنة تاعك وتحترم المشروع اللي راح ديرو لابد تدوا تنفستير لداخل
comment t'investir. Il faut étudier le personnage, il faut étudier le partenaire. بالك في ريبيتيسيون ما تصلحش مع البارتنير هذاك. بالك المخرج يشوف بلي ما تصلحوش ما تركبوش مع بعض. بالك انت النظره نتاعك تاع البيرسوناج انت تشوفه داير موستاش المخرج شافو مش داير موستاش انت تشوفه عنده سبحه المخرج مش داير عنده سبحه. لا بد من التحضير لابد. صح عايد عندي شحال ما سمعتكش اللي بدينا لي ميسيون ما عندي ما سمعتكش راني مركزه معاهم كل شو ليش ما يشوفوناش نو هادي هكذا شوف علاش ليش ما يشوفوناش راني مش بيعقلوناش هذيك مليحه عايده ديما tu es un peu série tu fais chouia les séries sincèrement ولا غير les derniers temps non يقولوا la casa de papel هكذا je suis pas série du tout. Yeah. Il faut avoir le temps de les regarder hein, parce que fiha kima yqoulou sousa tbda le premier épisode lazem tkhallsouhom w tchouf ana lazem hadik li nkemmel gal. Il y a une série chiftha ou chift que la première saison c'est Viking. Ah oui. C'est tout. Ou Game of Thrones. Ah oui. Game of Thrones. Game of Thrones la saison hadi tkhrej ma andach bzaf qana bzaf w tkhrej la dernière saison. La dernière saison ma andach bzaf la dernière saison. Qu'est-ce que moi Game of Thrones. مورا تهارب مورا تيان فيزاج تاعك يجي على فايكينغ يجي على السواره يجي على كلش هارب 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 قبل جمهورنا الكريم قبل ما نروحوا فاصل غادي نخلوكم مع سكاتش تاع راينا هاك سكاتش على باب الحاره سبيسيال راينا هاك ونرجعوا لكم بيخطب اختي اخ اختي لك اختي سعديه بيخطبوها اخ سعديه والله لك والله لك بيخطب اختي يخطب اختي اختي بتنخطي يا موح بزاف خلاص سي بون ناديله سعديه ناديله سعديه ناديله وراك رايح اربح شو ناديله من هون باش عيط لها سعديه ولك يا سعدية ما اجي تكلمها على الواتساب ما في طرواجي لا سعدية لك كلمة سعدية لك شو يا أخي سلمي على يدي سلم عليكم زوج. يا أخي سعدية أختي سعدية لك شو يا أخي أختي لك سعدية اهدر تعرفي واحد اسمه ابو سطيف ها؟ لك شو يا اخي والله عمري لا رحت لسطيف يا اخي لك عم تتريق عليك لك اسمه ابو سطيف لك اسمه ابو سطيف اسمه ابو شو اسمه؟ انا والله ابو سطيف يا الله تعرفي واحد اسمه ابو سطيف ها؟ انا والله ما رحت لسطيف يا اخي لك شو؟ وشيشة كرموش كمان شيشة شيشة كرم كرموشة تضربي شيشة لا يا أخي ولا من شيشة لك تضربي لك لا يا أخي والله شو؟ شيشة مونت يا أخي والله مو كرموس لك مو عرفتها لك ما عرفتها السلام عليكم السلام لك مين دخل عند مين هاد لك مين انت مين انت حرامي مين انت حرامي شو مين هاد قدير مين هاد هذا ابو الصيف بذاته وصفاته وجماله لك انت ابو خراسي لك انت ابو الصيف اقلع يدك اقلع يدك لنص لهالك انا ابو الصيف اصطيفاني لك انت بتدور مع اختي وبتجي لهون عندك عين وتجي له انا اختك بتسلم علي والله بخلفها شكرا انا اختك ما نعرفها ماني مديها فيها
لك ليش قلت لي لك خراتي ليش قلت لي اختك تعرف ابو سيف؟ لا 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 سمح الله انا شايفهم هي بتشيش هو بتشيش هي بتشيش هو بتشيش هي بتشيش هو لك ليه يا اخي انا بتشيش هو بتشيش يعني عمي هذا عمي عمي تاعك ايه يا اخي في فيسبوك وسناب شات تتزوجها ولا لا؟ انا جيت بخطبها شو؟ انا جيت بخطبها تخطب اختي يلا انا ما في رجال بيخطب اختي اذا بدك تتزوج اختي بدك تزوج اختي؟ بدي اتزوجها انت شو قلتي؟ تتزوجي لابو سطيف؟ ابو سطيف فين الشيشة؟ بتعرفوا شو لا لك بتعرفي يا اخي ما تدري اذا بدك تتزوج اختي اذا بدك تتزوج اختي بروح معها تروح معها موسيقى تروح معها اعطونا موسيقى اعطونا موسيقى بتروح معها انا اختي ما بتتزوج رجال غريب لا ما بتقعد شوفي شوفي لا لك عجبتني اختي ما بتقعد مع واحد غريب ولا شو قال نمس بنروح معها انت ولا هذا انا ونمس احلى الاثنين والله انتم مغلط في الميلا صح يلا جيبولي شيشه لك شو لك ليش شو جايب لنا وحدة ما تعرف تلعب السك اسكات يلا 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 روحي 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 خلينا نتحدى روحي روحي خلينا نتحدى كلمني ابو سطيف روحي خلينا نتحدى ابو سطيف وين ابو سطيف وين ابو سطيف وين ابو سطيف خليكم هكا كملوا انتوا بزوج انا اروح ابو سطيف وين برافو يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة مصطفى عجبك سكتش تاع ابو سطيف سطيفاني ابو سطيف ابو سطيف بلازا مرتي اللهجات لعبت معايا تلعب نقول لك اللهجه السوريه دخل فيها سطايفيه اللهجه المصريه دخل فيها سطايفيه في دار سطايفيه الهنديه دخل فيها سطايفيه هذا هو كيما يقول لك لاكلي النزعه لاكلي النزعه النزعه السطايفيه جمهورنا الكريم ما تزابيوناش قعدوا معنا في حصتكم راينا هاك نمشيو فاصل اشهاري ونرجعوا لكم والليل بدنا نولعها وحده بدنا نودعها يا ليل الرمال نسوان شو بدك منه نقلي عم تتطلع بالنسوان شو بدك منه نقلي الله ما يحب النسوان الله يبعث له علّه اللي ما يحب النسوان الله يبعث له الله يبعث له علّه جمهور الكريم مازلنا دايما معكم في عزكم راينا هاك مازل معنا نيكولاس نوميديا نزول مراد صوري نسيم حدوشة عايزة أنمو محمد خسني وما زال معنا تجور مونامي مصطفى العربية نجور دائما نشكر المغازان دانيال ريزوتو على الملابس اللي راهي لبسني في الحصه ميرسي سي غراسا دانيال ريزوتو حمو تاع اورو ميرسي بوكو نسيم نعم شيخ عندنا شحال ما رحنا شفنا الكاميرا نسيم نشوفوها ومن بعد نقصروا عليها شوفوا معنا كاميرا نسيم السلام عليكم اوليسي سداتي توجور راكم مع كاميرا نسيم لعب صراهي ما تقول والو تربح بدون اطاله خليكم مع البيتيه خويا عندنا لعبة ما تقول والو تربح معنا صافي ما تقول والو تربح خويا سي بون ما تقول والو تربح اي صح خسرت ما تقول والو خسرت ما تقول والو تربح ما قلت والو لا لا ما تقول والو والو واش قرنتها وين على باليش فهم لي ضروه حقوق أنا. ما تقول والو تربح معنا دراهم صافي بليزير يا خويا شو مبارك قلت يا خويا صافي
الوقت ونكره. وين قولي حاجة البيت يا اخوي. والله ماشي شدك بارك الله فيك يعطيك الصحة العزيز. سيب باك الله يحفظك. تقدر 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 لكم. السلام عليكم. سلام. سيب باك سر سر ما تقول والو تربح معك. عكسي بارك خسرت. ربي يحفظك ربي يحفظك. ما تقولي ولو تربحي. السلام عليكم. قاعدة هكا خلاص قاعدة تمدغي العدل. اي السلام عليكم صحتك. صام ربحت ولو. اي بازي لا تقدر. بارك الله فيك يعطيك الصحة. خبا مليح. وشي بورتي وشي بورتي هاك لابس حمر وكحل. وشي بورتي قول كلمة قول كلمة. ربي يحفظك تعزيز. ربي يحفظك تهلا في راحك. باي. تجيب هذاك مصطفى غادي ندير لك عجو انت ومراد. شوف فيه اللي يضحك الاول خاسر. اي راه نربح سير انا. راك شفنا نورمال موسيقى تاع ويسترج. راه شوف شوف فيه موسيقى تاع ويسترج. اصبر كونسونتري مصطفى مليح. خلي خلي يشوف فيك مراد. مو حالي جد اكثر من 10 سكوند. ساعه وكان يجد اكثر من 30 سكوند. اروح غادي نشوفه مراد يشوف فيك وشوف فيه. زين فاسي. اصبر زين فاسي. كونسونتري مصطفى. كونسونتري مصطفى. غادي انا اعطيكم الطوب. كونسونتري مصطفى بالعقل. شلغم شلغم. واحد زوج ثلاثة. حاول حاول كونسونتري فو كونسونتري فو. شورنب واحد يعني شورنب. هاي صايب استاذ كوزا سيريو. واحد شوف شوف فيه وشوف فيه. ليه راه كي تقول اكثر. واحد ما تضحكش انت باش ما يضحك. ما تضحكش انا ما قلبي. واحد زوج كونسونتري مصطفى دراما كاش اللعب. واحد زوج ثلاثة شوف فيه. مش قلت لك خطره لي فاتت شفت 30 سكوند انا غادي نعطيك اونفلوب كيما اللي طابها لك في الايروبور. هاي نطير طراطير شت طراطير. على بالك ما يقولناش على احنا ما يقولناش على يدي ما مسخ زيدو. يعطيك 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 لافو نقص الناس. يقول لك دير لي هكا عطاوني ديفري. ما يقول ما يقولش الصح. ما يقولش الصح. احنا ما عطاوناش باش شفنا في زوفلوب احنا. هما انتم ما عطاوكم دخل في نفسي قد ايه عطاوكم دخل لي نقص. هيا خلينا نصوري بزاف. اسمع خطره خطره طولوا خطره طولوا لي فريد ميسيون طولوا 200 دولار طولوا كاع 200 دولار كي ولينا هو ولا 280 لي فريد ميسيون 280. مصطفى مصطفى صاحبي رانا نشوفوا بلي كاينين دراما التركيه راهي راهي ترجموها بالجزائريه. هل انت كممثل تعارض انه يكون دراما تركيه مترجمه مدبلجه بالجزائريه ولا تشجع هذا النوع؟ لانه كان كاينه بوليميك مثلا في سوريا لما جاوا المسلسلات التركيه وترجموهم ودبلجوهم ممثلين سوريين بعض الممثلين زحفوا غادهم الحال قال لك علاش تخلقوا لنا المنافسه بطل ارلوك هما سيدي ترك يبقاو دي ترك. ما نشوفهاش منافسه بالعكس تفتح على الاخر تفتح على ثقافه واحده اخرى وخلق خلق مهنه جديده هي الدوبلاج الدبلجه. صح خاطر دبلجه مهنه باش نتفاهموا. صح بصح الدبلجه اسمع لي اسمع لي سي سي مصطفى الدبلجه نورمالمون يجيبوا لها ناسها. واش راني نقول لك؟ مهنه سي ان ميتي سا سابخو سا ستودي. نو في رايي ان كوميديان يل بو دوبلي ممثل يقدر صحيح. يقدر يجيبوا دي كوميديان يقدر سور سي ان جو ماشي هو ما عنده اكسبرسيون دو فيزاج تدوبليه وكانك تقرا في شريط وثائقي.
دونك نو حاجه مليحه، حاجه مليحه التفتح على الاخر. صح صح، لكن كما قال لك مراد انا جروج ومراد مثلا احنا عندنا اصدقائنا، مثلا عندي صديقي ممثل فرنسي اسمه جيريمي كوفيو، هو صوت باللغه الفرنسيه تاع توم هاردي اللي هو ممثل امريكي معروف. يتكلم لي يقول لي بلي انا نتقاضى في الدوبلاج تاع الافلام الامريكيه غير الصوت نتاعي اكثر من اللي نتقاضى انا كممثل في السينما الفرنسي، لانهم سي دي فيلم سي دي بلوك بوستر اغرو غرو بودجي. دونك ويجي الممثل اللي مثلا سمعت قاد المال ايضا يتكلم على في الفيلم تاع تانتا، يقول لهم سبيلبرغ هو اللي جا وشاف الاصوات تاع الممثلين اللي غادي اللي يدبلجوا الاصوات تاع الشخصيات نتاعها. دونك هنا يدون لامبورطونس، لكن مالوريزمون رانا نشوفوا بلي كاين ايفور تخلق فرص عمل، لكن انا نتمنى انهم يروحوا يعطوا الفرصه للممثلين لانه الدبلجه راهي سي ميتي مستقبل. بيان سور سي ميتي. في سوريا سي لي زاكتور هما يديروا كي تشوف محمد حماقي و لا حداقي حداقي سي ان اكتور. ميم في مصاروه ميم افلام الكرتون. وا افلام الكرتون يدبلجوهم لي كرون زاكتور كيما يحيى الفخراني احمد حلمي. احمد حلمي كرون زاكتور. شوف يا مراد خويا انا هذه توجعني في قلبي، هذه كي نكونوا نهضروا على مساله تتعلق بالجزائر بالدراما الجزائريه ومن بعد مانيش عارف كيفاش نفلتوا نسيبوا روحنا نهضروا على الامريكان على سوريا. خليني نكمل لك سيدي مراد، خليني نكمل لك. نلقاو روحنا نهضروا على سوريا على الاسماوات الفلانيه والاسماء الضعف وفراغ نتاع المهنه نتاعنا تاع الدراما الجزائريه، فراغ كبير وضعف كبير يخليك تتجه لجهه واحده اخرى. الدبلجه وتجيب افلام تركيه تدبلجها بالجزائريه حاجه مليحه، حاجه مليحه تعطي فرصه للممثل الجزائري يدوبلي هذا واسمه هذاك اللي يلعب مهند يدوبلي واحد ممثل تركي ديجا هو يخدم عنده احساس يمد لافوا تاعو لو تامبر دو لافوا اكسيتيرا اكسيتيرا. من جهه واحده اخرى لازم تدعم الانتاج نتاعك، الاولويه انك تدعم الانتاج نتاعك، تربي الجيل نتاعك والثقافه نتاعك والقيم نتاع الامه نتاعك تاع الجزائر امازيغيتنا وعروبيتنا واسلامنا والى اخره. هذا ندعمها بالانتاج نتاعك، خاطر رب مشهد خير من ألف موعظه. صح، نديروا مشهد كيما اللي درناه دوكا فاش فيه دو مينوت تفهم بون باش هاد سا دي بور سوجي اللي تكون فيه، مي تفهم خير من اللي نهضروا اربع سوايع. صح صح سي فري، سا سي لامباكت تاع 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 لي زارت ارتيك سينما تيليفزيون اي تاع. سي فري سي فري مصطفى شوي تافي داكور. نيكولاس تقدر دير دبلجه؟ انا في حاجتين في الدبلجه بيضايقوني، يعني انا بحب الدبلجه عموما مفيش مشكله. في حاجتين بيضايقوني، اول حاجه لما بيغيروا الاسامي، الاسامي مش منطقيه مش ملائمه مع الموقف، يعني تلاقي راجل ضخم جدا وبلطجي اسمه ارهان في المسلسل تلاقي حولوه اسمه وليد مثلا ولا حاجه. ما تمشيش يعني، ده هو اللي حاجه رهيبه كده لازم تسميه اسم رهيب، الاسامي تتحول لاسامي مش منطقيه. والحاجه الثانيه ان الاحساس لازم الممثل بجد تحس بيها، عارف يعني الدبلجه على فكره حاجه صعبه جدا مش حاجه سهله يا جماعه، مش الموضوع اصعب من بزاف. في سوريا هما اللي سوقوا للدراما التركيه، الدراما التركيه سيتادير سوريا نجحوا، ما كاش غلطه. احنا بالك تهضر على الجيري ولا احنا جزائر ولا مصر ما داروش دبلجه تاع الافلام اخرى ولا مصر اخرى. حتى سبايدر مان الفيلم الاخير تاع سبايدر مان الكرتون مدبلجه تامر حسني. كرتون كان افلام كرتونيه من دبلجه يعني تلاقي الدبلجه بجد يعني تلاقي، وحتى الدبلجه باللغه العربيه الفصحى بتبقى غريبه جدا يعني فاهم، تسمع تقعد تلاقي الفيلم تحول كوميدي، اي حاجه دراميه تتحول كوميديه. لقد خنتني يا وليد اللي اسلست انا يا انه اخي التوام يا مش عارف ايه، فتلاقي ساعدوني الحقوني مش عارف ايه. وبعدين تلاقي المصري بقى اللهجه المصري ما تخش في يا عم، تلاقي اللهجه الدبلجه تحول كده في يا عم ما تيجي يا معلم يلا بينا نروح مش عارف شو بالليل تقدر تنقص من القيمه الجماليه تاع المشهد. الدبلجه حاجه صعبه جدا ومهمه جدا مش واخده الاهتمام الكافي، وتلاقي اي حد بيعملها وخلاص اللي هو فعلا مش ممكن تضيع الاحساس وتضيع المشهد كله وتضيع الفيلم كله من الدبلجه. اسمح لي شيخ اسمح لي في هذه سي باسكو سوار هربوا باسكو لو كان مازال مصاروا شادين كاع كاع تجيك نورمال دبلجه بالمصريه. سواره كي هربوا عليهم سواره ماشي تبان لك نورمال. نو ماشي سواره هربوا، راني ضد تاع السواره هربوا، حنا اللي حابسين ماشي سواره هربوا. هما يجيبوا الناس تقبلها تقبلها بلوس زعما تتقبلها تسمعها بسوريا خير من المصريه باغ اكزومبل، ما تقدرش ترفضها. فوالا الرفض ديجا ما عندوش مجال، الرفض لا مجال له من الوجود، الرفض نا با ليو ديكزيستي لو رفو. ما تقدرش ترفض بما انك ما راك دير والو.
زعيا ما تقدرش ترفض حاجه يمدوا لك حاجه علاش يقول لك اقرا سينون تسرا اوبليجي تامن كاع واش يقولوا لك انت ما تقراش دونك يقول لك هادي يقول لك الشمس تطلع من الغرب تقول لهم ايه باسكو ما تقراش ما تعرفش سي سا اللي تقول لي السوارة هربوا ولا مع احتراماتي للسوريين نحبهم ونقدرهم مي حنا اللي حبسنا ما درنا والو C'est vrai. Il y a peu de production. On parle d'un seul feuilleton par an, deux feuilletons par an. C'est très peu par rapport à un pays vaste comme l'Algérie. Une rubrique très importante. Où il y a un sujet très important. Il m'a dit bien que le rubrique, Hna ou Houma. Je vous mène. Kaina une photo li عندها مده li on a pas eu l'occasion باش تكلموا عليها دارت le tour je pense le tour تاع le monde les réseaux sociaux صوره شوفوا معنا بعد تكلموا عليها وي شفتها هذه صوره في قسم je pense في سودافريك سودافريك وي ياك في افريقيا الجنوبيه تاع قسم كاينين اطفال من البشره البيضاء سي دي بلون مجمعين في طاوله وأطفال آخرين من نفس العمر من نفس القسم مخلينهم وحدهم ومجمعينهم مجمعينهم أبار إي صافي أون كروند بوليميك تاع سي فريمون سي دو راسيزم وين في الميليو تاع لي زونفون سا سي تري غراف واش تعليقك على صورة كيما هذه مصطفى دابور مع كل تحفظ يفو توجور أ مون أفي يفو توجور أفوار لو سكوند دوغري C'est-à-dire, ça peut être une mise en scène. Ça peut. Parce qu'elle a été, pardon. Par la suite, il y a eu un article qui a été publié expliquant Win had la crèche avec le détail et tout ça. Et disons que l'institutrice a été renvoyée, a été. Donc, c'est condamnable. Il a quand même ça, c'est condamnable. Win, en plus, في بلد يعني. في افريقيا عانى مونديلا وحده مونديلا بلاد يعني ناسها اصل تاع ناسها بشره سمراء يعني الناس صدر الاصل تاعهم هما اللي راهم اللي في اكثر من اللي صدر اكثر من اللي بلون لو كومبا دو ماديبا 27 عام تاع حبس وخرج وسامح معاهم باش يكون باش تكون كاينه المساواه بين 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 البشره السوداء والبشره البيضاء لكن مالوريزمون سا اكزيست شودور سو جور دو براتيك حتى في مجتمعاتنا في الجزائر في البلدان العربيه حنا نشوفوا لا سويت ومن بعد نزيدوا نهضروا شوفوا معنا I want to be among white Christians. Je veux vivre parmi des chrétiens blancs. Il y a rien de mal à ça. You don't want to live around black people or Middle East people or I think at least in the south we were able Je pense au moins dans le sud qu'on a été capable de vivre aux côtés des noirs pendant longtemps, au 18e siècle par exemple. But they were slaves then. Bien sûr, mais on avait de bonnes relations avec eux, presque familiales. On les aimait, ils nous aimaient. The only way for white people to live with black people is if slavery is in place. Oui, c'est l'esclavage et c'est aussi ce qu'on a pu voir dans les années 50-60. Segregation. Oui, oui, exactement. Oui, il doit y avoir une hiérarchie. Dieu n'a pas créé tous les hommes égaux. يمكن أن تنتهي بتوديع فريق برشلونة للقب الدوري لهذا الموسم. يلا غاب من كتب هذا. Ven Cati y otra. Uy, ¿qué hace algo? Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυολού των οστών για την Άννα. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, To say, get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. He's fired. شفنا
شفنا عدة لقطات اللي تبين لو راسيزم اترافير ميتنو اترافير لو موند. شفنا لا ديكلاراسيون تاع هذاك اللي كان بلحي اللي كان يقولون بلي حنا العلاقه تاعنا باش تكون علاقه مع لي نوار يلزم يولي ليسكلافاج كي كانوا ديز اسكلاف يعني اللي كانت العلاقه تاعنا مليحه معاهم. شفنا لو كومبورتمون تاع هاد لا فامي لي سيتي بوكو بلو سيتي ان فيكسيون بور سونسيبيليزي على الراسيزم اي ابري لا ديكلاراسيون تاع 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 ترامب وكيفاش شفنا لا رياكسيون تاع تاع لي جوار تاع 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 الفوتبول الامريكان كيفاش رفضوا انهم يتكلموا على العالم اوفا التحيه تاع العالم لانه بور لانسون لو بريزيدون دي ايتازوني سي تاع الاكستريم دروا دونالد ترامب اوسي دانييل الفيس اللي نراو له كانه قرد رماو له هذيك ماشي رماو له بانا ماشي المره الاولى في اسبانيا يعانوا بزاف من عنصريه اللاعبين ايطو واقيل ثاني ايطو بزاف كاميني تاع اللي كان الكاميروني دي فوا شاك فوا يقصرهم البانانس زعماك يشبهوهم بالقراده يعني الفاش دار هنا جابها ضحكه قاسو كلاها دارت البوز صح سي فغي سي ديو اكوا اتون افي عايده ميتنون اون فوا لا مونتي تاع الاكستريم دروات مثلا او بريزيل ميتنون خلاص سي لا مونتي تاع الاكستريم دروات لا سويد اون فرانس براتيكمون بارتو اون ايطالي اون المان هادو بلدان اللي كانوا معروفين بتعاملهم اون فادير كيفاش نسميها لو تيرم اكزاكت مي لا مونتي تاع الاكستريم دروات اللي فلاغرون اي اترافير لو موند اونتي درك سي ديو اكوا اتون افي عايده انا جو بونس بلي لي تروما او لي ميم يزاد بهاد لي دو بارتي واحد لا بارتي مليحه واحد لا بارتي ماشي مليحه كي راسيست كي جوج لي جون كي اون بعد انت و كاسك تو نوري لو بلوس سي لي جون نوريس au fond de plus هذا الكره وهذا الغاسيزم وديسكريميناسيون اي تو سا automatiquement ça crée des communautés ça renvoie une image négative envers les autres le refus ou quoi et entre autres il y a une petite parenthèse qu'il faut ouvrir qui dit le racisme il est vaste hein marana chbark fla couleur ou la fhaja نشوفوا par exemple ce qui se passe dans les écoles qui كون جماعه قاعدين tous ensemble يكون واحد par exemple خشين ما يجيوش يلعبوا معاه ما يجيوش يقعدوا معاه يقامروا تما كونت اون دي ديسكريميناسيون راسيل ال توش بلان شوز ليتر هومان اي ديرانجي بار كيلكان كي اي ديفيرون صح نو ميديا شوفي بلي حنايا اوني راسيست كيفاش حنا جزائريين وي فاش في مثلا في واش كلش ما شفتش انا كاع في افريقيا ما شفتش لي جو ديري لي جور دو كولور لي سو كي مون دي في الطريق dans les films ou فيهم dans les on dirait des bêtes de cirque voilà non média اسمح لي هذاك ابار هذه انا جهد للجزائريين معنا يعني لي زافريكا اللي لاجئين يعني اللي هربوا كاين اللي هربوا من الحرب كاين اللي هربوا خافوا يقتلوهم ما كملتش محمد غير باش نقول لك صدر باش ما نتهموش الشعب الجزائري تاعنا لا غير فاهمك حاجه باسكو انا شفتها ها ميسالجيري ما قالوا ما قالوش اسمح لي ما هضروش على البشره تاعها حنا نقول لك جزائريين ديفولي فيهم جزائريين ديفولي كاين بعض ماشي الكل باسكو حنا رانا سته قادر ثلاثه كل انتم عقليتكم وانا عقليتي وناس معقلين كاين باريزوم حنا بعضنا ناكلوا بعضنا بعض حنا نو حنا بعضنا بعض وي بعضنا بعض ناكلوها كيف الحساب ناحيه اثنين شو كيفاش راكم سته نو انا سبعه كيفاش لا ميسالجيري لحقوا وي يجبدوا جوار دو كولور نوار يحطوا وجهها في بلاصه وجه هذاك ما يمثلش الشعب الجزائري ماني واش قال لي محمد قال لك لي زالجيريان لي زالجيريان صادر واحد ولا فيسبوك ولا فيسبوك مي انا ميسالجيري فيسبوك ماشي الجيري لا فوتو باش تبارطاجها لازم تمشي وتمشي انا بار اكزومبل كاين ناس في فيسبوك يسبوني ويعايروني وكاع انا ثاني عندي ناس راني جايك فوالا بصح مين تخرجي برا بار اكزومبل تخيل الناس تعنق فيك الناس تحبك سي صار لالجيري ماشي الفيسبوك لالجيري سي با لي ريزو سوسيو سي فري سي فري مي انا نظن كاينه اون بارتي دو فيريتي نو ميديا كاينه اون بارتي دو فيريتي انا نهضر تقولي لي نابورت كوا انا نهضر ما مالكي ولا والله كادر شاك فوا نهضر قبيله لا راني نعطي في رايي قلت لك نعطي في رايي ما تقوليش نابورت كوا انا نهضر على العلامي على لامي سي ما تهضرش على الجزائري هو واش قال لي اسكو تو كوا كو لي الجيريان تخي خبر اسكو تو كوا كو لي الجيريان سون راسيست او با انا قلت لك نو ما تبات الشعب الجزائري ماشي
فيسبوك، لا عايروك فيسبوك، لا سبوني فيسبوك، لا سبوا واحد نوار، ماشي شعب جزائري. شعب جزائري كبير على هادشي وعظيم على هادشي. في الفيسبوك شحال من مليون واحد في الفيسبوك. الله يرحمها. سيبا سيبا سيبا. لا صحيح. لا لا هضر مليح. Tu parles mieux. Kader, laisse tomber, Anna, je j'arrête. Sérieusement, j'arrête, n'importe quoi. Il me manque de respect. Il m'a posé la question, il y a que je sache. Ça va, ça va, ça va, ça va. 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 Mais ça va pas. خليني منها. مي سافا با. لا انا طيحت نيفو نخدم مع واحد كيما انت. لا لا انت ما عندكش نيفو. انت اللي ما عندكش نيفو. نو مي سافا با. اقعد خلاص خلاص. طيب اه جبت شاف ولا انت اي ولا لا ممثلين ولا ماشي ممثلين انت واي طب معلش دي كوميدي ولا دي كوميدي يعني كتحطير من بتاع الفاني انا ذنبي ايه اللي بيحصل ده هذه البارح هكا عليا هذه هذه عيني كتحطير يا عم نيكولاس وما على بالك انا ذنبي ايه هذه الحاجه تتم عليا دي بس ايمن على بالي ولا لا لا امام ايمن وعلى بالك برودكسيون على بالك شديت البارح تاع لا ريداكسيون صاحبنا حسام حسام بروبوزا لنا كنلعبوها تعاركتو قدام غير باش يفهموا صادر مي قالت لي ما نشوفكش السينما من تماك بديناها فرشنا لها من تماك تاع ما نشوفكش السينما هيا مصطفى قول صح جابوها ولا لا؟ لا جابوها جابوها وين خطاها كي قلت له اسكت وما سكتش توسوس توسوس كي قلت له باسكو باسكو يعرفني بلي قادر قلت له اسكت وما سكتش ما فوالا 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 ما حصلت في العيا قلت بالك العيا برافو لا برافو لا لا سي فري بور روفنير لو سوجي حنا سيتي سيتي سي جو سا جو بونس كو كاينه اون بارتي دو فيريتي واش تقول لي نو ميديا كاين فيريتي واش يقول كاينه اون بارتي من لي زالجيريان اللي ياخذوها بالضحك لكن لكن امور اللي توجع اللي كتضحك انت دي ميساج جيري يضحكوا بالك تبغي تضحك ولا دير اون فان ولا مي كاينين دي فان كي نو مارش با كاينين دي فان حتى بور لي زيموريس بور لي سيناريس كاينين امور اللي ما يلزموش يروحوا فيهم كاينين دي زانيماتور مثلا تيكس ماشي داخلين في ليتيك هذا داخلين في ليتيك معناه كاينين امور لا يجب المساس بها لا الضحك لا في امور اخرى لانها صريح دو بليسي دي جون غادي نشوفوا دي فيديو Tu voulais dire quelque chose Non, je voulais dire d'où la fameuse phrase les colloques, est-ce qu'on peut rire de tout C'est-à-dire tous les humoristes passent par cette case, ils posent au long de la question parce qu'à un moment dans leur carrière, ils touchent au haja sensible et la question se pose, est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce qu'on peut rire de tout L'autre, voilà, pour répondre... Non, façon de parler, c'est-à-dire, je n'affirme pas. Je pose la question. Je raconte tu as mis un tel. شوفوا 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 الأوسي راسيت في البلدان العربية ونشوفوا شوفوا معنا. طبعا اليوم مباراة الإمارات والهند. مباراة صراحة الهند كان فايز على تايلاند وإن شاء الله اليوم الإمارات يفوز. طبعا يودتهم هنا. عشان لا يروحوا يشجعوا اليوم تشجعوا منو انتو؟ انديا تشجعوا منو سمعوني؟ انديا ما يستوي انتو عايشين هنا ولازم تشجعون هنا تشجعوا منو؟ UAE تشجعوا منو؟ UAE الحين انا ببطل عنكم شفنا شفنا سي دي زيماج ليماج لي صرات عندها عندها مده هذيك لا فوطو مي قعدت لنا بغينا نعاودوا نشوفوها باش هذا النوع من التصرفات ما يزيدش يتكرر في بلادنا هذيك لونفون اللي ضرباه اللي ضرباه تقلق هذه عندنا في الجزائر ونظن باللي السلطات رفضتها ايزون رياجي
الا في لو تور اي زون رياجي راحوا لعند السيد راح هو وخو الصغير داو خو صح نظن بلي هذا النوع من التصرفات وهذه اللي كنا نتكلموا على ليمور باسكو هذا تاع امارات حبي بلاصي اون فان مثلا بغى يضحك بالك العائله نتاعو ولا اصدقاء اون فام مواقع التواصل الاجتماعي حط وحدين في السجن راك فاهمها صا سي اوميليون راك فاهمها معنى هذا انك طيح من هاد الناس بلوس ما شفتوش كيف داير هو هو صح صح حيوان دونك احنا سي مالورو اي ابري لو كومبورتمون اللي كان دار اللي كان تفاعلوا معاه بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في العالم التي سوتني بارتو تاع نوتر ميس دالجيري مي انا جو ريست كومام اوبجيكتيف ما نظنش باللي تعاملوا معها بموقف عنصري ما نظنش بالك ممكن كاينين بعض الناس اللي تافهين كاين داني وكاين المليح كل واحد وين لا بلوبار لا بلوبار ايلز ايتي توس ميشان انا شفت تشوف تعرفني على بالك باللي كل يوم في تليفوني في ريزو سوسيو فلي شوي طول طون سور لي ريزو سوسيو بداو كاع بلي كلاش كاع كلاشاوها ومن بعد باش بداو ينوضوا لي بيرسوناليتي بداو ينوضوا لي بوتا تاع ماستر لي زاكتريس كاع يهضروا عليها اريتي الي بال الي باش بداو يدوروا سي فري تعرف سلوك عنصري هذا عنصري سلوك عنصري كيما قالت لك عايده العنصريه ماشي غير في اللون ولا عندهم الجمال الزرقاء والبيضاء هذوك والجمال كونك ترفض الاخر عنصريه بيان سور ترفض لوتر ترفض الاخر مهما كان شكلا هو شكلا لغويا دينيا ترفض الاخر راك تمارس في العنصريه ان توكا خديجه بيغ اب توا تشوي مانيفيك تشوي نوتر ميس الجيري ان غرو بيزو دو توت ليكيب بور نو بيزو خديجه اون تومبراسي اون اي دو تو كوير افيك توا غادي دركا نروحوا نشوفوا هذه اللي نبغيها انا في لافان نبغيها بغيها مصطفى غادي تتمتع معنا. ديجا لافان؟ باوي. اون باسي ان اغريب مومون معك مصطفى والله سانسيرمون. نروحوا لو جو راينا هاك ونرجعوا ليكم. جمهورنا الكريم مرحبا بكم في لو جو تاع راينا هاك، هذا لو جو سبيسيال بين مراد صاولي وعايدة اولمو وبين خساني ونوميديا. هذا لو جو لو برانسيب تاعه باين كاين دي بالون منا ودي بالون منا مراد صاولي غادي يحب يدي لي بالون وعايده ما غاديش تخليه وعايده تحب تدي لي بالون ومراد ما غاديش يخليها لا باراي بور محمد خساني اللي باغي يدي دي بالون ونوميديا ما تخليش ونوميديا باغي يدي دي بالون وخساني ما يديهاش وحنا ما عندناش الغش راني جايب معايا دي جوج ها هما لا جوج دودوش ها هو كاين نسيم وكاين نيكولاس عندنا بيان سور المرأة للدراجة حنا ما عندناش قال المرأة والراجل والمرأة قوية على الراجل والراجل قوي على المرأة درك درنا بين المرأة والراجل شوفوا معنا لو جو فيه دو مينوت ياك سي سا هيا نبداو لو جو سي بون عندنا لو طوب ولا مازال كيف كيف كاع ولا كل واحد وحده صاحبي نو نو نوصلوا نقعدوا نعمروا واه توصلوا ما تخليش يا ما تخليش لا 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 نبداو كاع كيف كيف دوكا نبداو مع بعض هيا سا مع بعض هيا موسيقى يا جماعة عطونا لا ميوزيك اي اون لونس لو كرونو وازي ميوزيك مازال اي ستوب ايوا وازي هيا روح روح وازي هيا قدام لا رجع حط حط رجع هيا وازي زيديك 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 هيا زيد زيد زومبي زيد هيا لا دين روح مني كنوت نوت 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 زيد لي بارو تاعو حالو جيب جيب لا ما تعاودش ما تعاودش نيكولاس هيا بازي باقي 1 مينوت هو يدور لا بازي ما تغش زيد زيد باقي 57 سكوند بازي بازي زيد زيد مراد لا لا راد ما تغش ما تغش بازي شوف والو امشي ناحيتهم كاع بازي شوف ما ديش 30 ثانية كملي نوميديا لا يبي
7 6 5 4 3 2 1 c'est bon. Un peu de chauffe. والفائز شعا كاين؟ كاين وحدة بلغت نعد ربع بوبو كاين هادي كاين وتي شعا لسكت ليه من حمري ما كاش قاع؟ ما كاش غي هذا خليني نشوف بين مراد مراد واحد زوج ثلاثة ربعة مرد قاع حكمة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة ديت لي وحدة صاي 11 طيب خلاص خلي نشوفوا نشوفوا عايله شعل الهيمة تبخر دور خلي واحد خمسة ستة تسعة طحت لي وحدة طحت لي وحدة عشرة 11 12 الفائز هي عايدة وصلنا لنهاية العدد تاع اليوم تاع رينا هاك اون باسي ان اغريب مومون مصطفى معاك سيتي ان بليزير ميرسي بوكو يعطيك الصحة مصطفى اللي جيتنا ميرسي بوكو كلمة أخيرة نيكولاس والله بجد تعد الوقت عدى بسرعه مش طبيعيه ما حسيتش اصلا بيه. الكلمه الاخيره اللي عايز اقولها على الموضوع اللي اتكلمنا عليه بتاع الراسيزم ده عشان بجد انا حاسس ان احنا بقينا في راسيزم في العالم كله اما المجتمعات العربيه بالذات بقت جزء اساسي من مجتمعاتنا كلها هي العنصريه دي. ميرسي فعلا عمري عمري بجد عمري ما حسيت ان انا قابلت اي حد سواء جزائري تونسي ليبي خليجي اي حاجه عمري ما حسيت باختلاف ما بيننا وعمري ما حسيت باي فرق بين اي واحد والتاني على اساس لهجه ولا دين ولا لون ولا ولا شخصيه ولا والبنات لابسه ايه مش لابسه ايه كل الحاجات دي عمري ما حسيت باختلاف بجد يعني بجد 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 كلنا واحد والاختلاف ده احلى حاجه في الدنيا ان كلنا مختلفين انا بحبكم كلكم ميرسي نيكولاس داني بود نوبيديا حبوا بعضكم بعض وما كاش خير من العمر صافي مراد هكا نكشو الاسبوع المقبل الاسبوع المقبل يا مصطفى انت ما حتكون معاني ميرسي ميرسي توجور ان بليزير يكون معاكم سي ان اونور اللي كان معنا مصطفى ربي يحفظكم ان شاء الله بلان بونور نسلم على المشاهدين واللي تابعونا على الفيسبوك اون سالو توت ليكيب اوسي انت اوتر سو كون فوا با هادو لا روم قاع من ورا اي ميرسي دتر فوني مصطفى شرف لينا ميرسي دتر محمد ميرسي كادر ميرسي ليكيب تاعنا قاع يعطيكم الصحه مصطفى شرفنا وراني فرحان يحصل لي شرف اني غادي نتعاملوا كيف كيف في المسلسل ان شاء الله في رمضان وليزه ونومي دي هذه مشيت عند بزاف تاع الصح لي زارجيريان كبار على الشيء اللي راه يصرا في الفيسبوك لي زارجيريان كبار ومأصلين وكما قال سي عبد القادر على الاولى في المسرحيه تاعه يحيى الوطن اوكي مصطفى ميرسي بوكو ميرسي بوكو بور انفيتاسيون يعطيك الصحه على العرضه هذه يعطيكم الصحه وميرسي او بوبليك ميرسي اذا جمهورنا الكريم نتلاقاو الاسبوع المقبل في عدد جديد نحسكم راينا هكا